كنا عملنا قبل كده فيديو عن بدائل كلمة bad أو سيء، معدنا النهاردة مع الفيديو بتاع good. لو زهقت من good بطل تقولها، وهتشوف في الفيديو ده بدائل ليها جميلة جدا، هتزود ثقتك بنفسك وهتحس ان انت لبق اكتر وانت بتتكلم. good alternatives, let's get started. خلينا نبتدي مع بعض بالبدائل الانفورمال اللي انت تقدر تستخدمهم مع قرايبك ومعارفك وصحابك. واول بديل معانا لgood هو awesome. الكلمة دي بتتقال awesome مش اويسم او عاصم، ايا كان انت بتنطقها ازاي بتتنطق awesome. خلينا نديك مثال، this is an awesome car. دي عربية جامدة او عربية جيدة. اوكي، this is an awesome car. تاني بديل معانا هو lovely. lovely معناه كويس جدا او محبب. في مثال، this place is lovely. المكان ده جميل او جيد. this place is lovely. تالت بديل معانا لجود هو وعمي جدا هو دوب. دوب طبعا اللي اتفرج معانا على الحلقة بتاعت المخدرات عارف ان دوب معناها مخدرات، بس هنا بتبقى معناها جيد. يعني لما اقولك مثلا ايه، this chocolate is dope، يعني الشوكولاتة دي جيدة او ادمان، ممكن احنا بنقولها بالعربي احيانا، يعني انا ادمنتها. this chocolate is dope. ماشي بقى دوب على اي حاجة تانية تحبها، car is dope، player is dope، وهكذا. dope ادمان، الحاجة دي ادمان جميلة جدا. رابع بديل عمي معانا هو cool، وcool معناها قشطة او حاجة جيدة. لما اقول لك مثلا ايه، he has a cool car، يعني هو عنده عربية قشطة او عربية جيدة، يعني he has a cool car. خامس بديل معانا عمي واخر بديل، وده مستخدم كتير جدا في الامريكان انجلش، هو toit. toit فلما واحد مثلا يقول لي oh your body is toit، جسمك جميل او in shape، you work out، انت بتروح الجيم، اقول له yes طبعا الصيف جاي وهوريكوا الفورمه اصبروا عليا بس. ف your body is toit، يعني جسمك جميل او جيد. toit تقدر تستخدمها مع اي حاجه. نخش بقى على البدائل الفورمال اللي انت تقدر تستخدمهم في مواقف رسميه مع ناس ما تعرفهاش وانت بتكتب ايميلز او حاجه زي كده. واول حاجه معانا هي كلمه exceptional. exceptional يعني استثنائي، يعني جيد جدا. فلما اقول لك مثلا the new manager is exceptional، يعني المدير الجديد استثنائي، جيد للغايه. exceptional. عندنا كمان كلمه superb. superb دي جايه من super، واضحه يعني، تمام. ف superb معناها جيد جدا. اوكي، فلما اقول لك مثلا the quality is superb، الجوده جيده. superb. كلمة incredible معناها شيء جيد لدرجة ان انت مش مصدقه. اوكي، مش معقول حاجة زي كده incredible. خليني اقولك مثلا انا مذيع بعلق مثلا على الدوري الاسباني او ايا كان، وكريستيانو رونالدو جاب جون، فهقول ايه، what an incredible goal by كريستيانو رونالدو today just out of this world. واو. سبق اسباني راح فين؟ يا نهار اسود، امسح. رابع واحدة في البدائل formal بتاعت good هي كلمة terrific. و terrific معناها رائع. لما اقول لك مثلا this is a terrific idea، ومش idea، idea. this is a terrific idea، يعني دي فكرة رائعة. اخر كلمة معانا النهاردة، وكلمة لما تيجي تقولها كده تحس انك عظيم في نفسك، شكسبير كده، وهي كلمة magnificent. magnificent معناها رائع او جيد جدا. مثال، this party is magnificent، الحفلة دي رائعة أو جيدة. magnificent. بتصور والله؟ يا رب يكون الفيديو بتاع good alternatives عجبكم يا جماعة، وكله بالحب، واشوفكم على خير.